قد يبدو جراح العظمية نجم الدين الخطيب يمارس عمله الاعتيادي كأي طبيب آخر، لكن الأمر غير الطبيعي في حالته هو أنه واحد من 7 جراحي عظمية لا يزالون يعملون في الغوطة الشرقية المحاصرة بتعداد سكان يناهز 400,000 مدني، يتعرضون لقصف لا يكاد يتوقف حتى يعود من جديد. العمل التخصص عم يشتغل فيه هو الجراحة العظمية، استقبال الحالات الحربية، القصف يستهدف الأطفال الصغار الكبار كل الفئات العمرية لا يميز أحد، فبيجينا حالات نحن متفاوتة الشدة وبالأعمار مختلفة. باعتبار في عنا نقص بالكوادر الطبية المؤهلة، فنحن كمان عم نضطر نشتغل بالطب العام. يمضي الطبيب نجم الدين ساعات يومه في العيادة متنقلا بين المرضى والمصابين، فتراه تارة يجري الفحوصات الطبية الاعتيادية، وتارة أخرى يحاول التحايل على نقص الإمدادات الطبية، وأحيانا كثيرة تراه يطبطب على مرضاه للتخفيف عنهم. يا رب احمينا، يا رب احمينا. في ظل الظروف الحربية وظروف وجود عندك أمراض مزمنة، فأي جريح أو أي مصاب أو حتى الأمراض المزمنة هذول مهددين، إنه يعني حياتهم مهددة. وصلنا إلى مرحلة خطيرة، يجب على كل من يدعي أنه يمثل الشعب السوري في الخارج أن يقوم بتغيير هذا الواقع، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان وكل ما يعني بالصحة أن يقوم بدوره لمنع حدوث الكارثة التي يعني اقترب أوانها في الغوطة الشرقية. تأتي هذه الجهود التي يبذلها أطباء الغوطة الشرقية في وقت تصف فيه الأمم المتحدة الوضع هناك بأنه حالة طوارئ إنسانية نتيجة نقص الإمدادات الطبية وتفشي سوء التغذية بين السكان لا سيما الأطفال منهم، وفي ظل مطالبات أممية بإجلاء نحو 500 حالة طبية طارئة.